السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع أخوكم سعيد السامي، ومع نبتة جديدة من الفصيلة النرجسية، وهي نبات العنصل. نبات العنصل نبات جميل جدا، يتكاثر بالبصيلات، يعني زي حبات البصل من الأسفل، لها زهور جميلة جدا جدا جدا، ولها رائحة جميلة، تتكاثر في 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 وقتنا الآن اللي هو تقريبا شهر 8، وهي موجودة على عموم يعني شفيان الجبال، يعني تعتبر من الشفويات. نقول لما نقول الشفا حدود الجبال كذا، تكون تنبت، بتلقاها إن شاء الله في بالجروشي، بتلقاها في أبها، بتلقاها في عموم سلسلة جبال السروات، وهي جميلة جميلة جدا. لها بصيلات زي ما قلنا من تحت، وتنمو زي ما تشوفون، وتموت، ويعني تستنبت في موسم آخر جديد. هي جميلة حقيقة في زهور لها، رائحة جدا جميلة. كذلك البعض قد يظنها الداتورة لأنها تشبه الزهور، ولكن ليست الداتورة، وإنما هي نبات العنصل من الفصيلة النرجسية. تحياتي لكم، أخوكم سعيد السهيمي من جبال عسير.